السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا بطب المنصورة. إن شاء الله مراجعة النهاردة، مراجعة سريعة كده على الكونكتيف تيشو. اتفقنا إن احنا عندنا أربعة بيزك تيشو. الأربعة بيزك تيشو اللي عندنا كان الإبيثيليوم والكونكتيف والمسل والنرفس. طب في ناس هتقول لي طب ما ايه الكارتليج والبون؟ الكارتليج والبون والبلاد دول يعتبروا برضك انواع من الكونكتيف تيشو. يبقى تاني كده عشان الحته دي ساعات كده بتتلخبطوا فيها. في حاجه اسمها كونكتيف تيشو بروبر اللي هو محاضره النهارده، سي تي بي، ده كونكتيف تيشو بروبر. ده انواع كتير، هنقولها ست انواع، منها اللوز والدنس. طب امال في حاجات تانية تعتبر يعني مشتقات من الكونكتيف اللي هي بقى الكارتليج والبون والبلاد، فيهم برضو سيلز وفيهم جراوند سابستنس، يعني فيهم مواصفات الكونكتيف بس ايه المادة بتاعتهم مختلفة شوية. فدي تعتبر يعني ايه انواع من الكونكتيف تيشو العامة الكبيرة. اما محاضرة النهاردة بقى كلها اللي هي الكونكتيف تيشو بروبر بقى بانواعه الستة اللي هنقولها في الاخر، تمام؟ عشان الحتة دي بس ايه ما نلخبطهاش. طيب ايه بقى مكونات اي كونكتيف تيشو؟ بيبقى عباره عن خلايا، عارفين بقى خلايا، فايبرز، سيلز وفايبرز وماتريكس، والماتريكس اسمها الجراوند سابستنس. طيب اول حاجه بقى هنبدا نتكلم عن الفايبر. عارفين ان الفايبر كم نوع؟ الفايبر ثلاث انواع، كولاجين والاستيك وريتيكولر. والكولاجين لونها ابيض والالاستيك لونها يلو. اول حاجه نتكلم عن الكولاجين، كلمتين سريع كده عليه، اسمه وايت كولاجين. هو بيبقى لونه ابيض في الفريش ستيت، بتبقى طبعا بيقاوم بقى قوي جدا، يبقى ايه القوه ان هو سترونج قوي، بس بيتاثر بقى بالغليان، يبقى يعمل لي جيلاتين، وبيتاثر بالاحماض. رغم انه قوي بس بيتاثر بالاحماض والالكلز، وبالغليان يعمل ايه الجيلاتين، وبيتدمر بانزيم اسمه كولاجينيز او البيبسين اللي بيهضم الايه اللحمه وكده اللي بيتفرز من المعده، تمام؟ الفايبر بتاعه بتبقى نوت برانشنج عكس الالاستيك، بتبقى ايه هو عامل باند المموجه كده ونوت برانشنج عكس الالاستيك. لما نيجي نقوله لا الالاستيك بيبقى مش مموج وفي فروع طالعه منه كده، اما ده نوت برانشنج، تمام؟ خلاص كده البندل بتقدر يعني لو هي حزمه مع بعضها تقدر يحصل لها ايه برانشنج، البندل بيحصل لها برانش، اما كاي فايبر لوحدها كده نوت برانشنج. طيب اتفقنا اي بروتين بيبقى اسيدوفيليك، خلاص يبقى الكولاجين والالاستيك الاثنين اسيدوفيليك. المصنع ازرق بيزوفيليك، المصنع الريبوزوم ازرق والمنتج احمر، تمام؟ طب في حاجه خاصه بالكولاجين؟ ايوه المالوري ام بي سي يبقى بلو، تمام. طب فاكرين الفان جيسون، فان بتاع المرور، بتاع المرور اشاره المرور اصفر واحمر، تدي الالاستيك اصفر والكولاجين احمر، تمام. طب بالاي ام الفايبر جواها فايبرل، والفايبرل بيبقى ايه عباره عن ايه الفايبرل دي؟ موجود فيها كولاجين مولكيول. الكولاجين مولكيول ده شكله عامل ازاي؟ الكولاجين مولكيول بيبقى تريبل هيليكس، الدي ان ايه دبل هيليكس، اما ده تريبل هيليكس زي اللي قدامنا ده، ويبقى في حاجه اسمها كروس باندنج، يبقى تريبل هيليك عشان هو 3 بولي ببتايد وكروس باندنج وطوله 280 نانو، يبقى ده الكلام اللي احنا نعرفه. طبعا كل الحاجات اللي هنقولها دي من اللي بيصنعها الفايبروبلاست، سواء الماتريكس او الفايبر اللي بيصنعها الخليه اللي اسمها الفايبروبلاست. طيب ايه انواع الكولاجين؟ انواع الكولاجين بتبقى له كذا نوع، في تايب 1 لغايه 5. تايب 1 اقوى نوع، 1 في الحاجات القويه عندنا اللي هو العظم والسنان والتندون والدرمس، الجلد بتاعنا الدرمس بتاعه بيبقى برضو فيه كولاجين 1. 2 افتكروا 2 يبقى 2 تايبس اوف كارتليج، ايه نوعين الكارتليج؟ هي اتش اي هيالاين والاستيك كارتليج، الاثنين دول بيبقى فيهم النوع الثاني. طب 3، طيب 3 ده موجود فين بقى؟ موجود في الاعضاء المصمطة عندنا اللي اسمها بارينكيميتاس اورجان اللي ملهاش تجويف عندنا، اللي هي الكبد، الليفر، السبلين، الكيدني، الليمفينود، الاندوكراين، اي حاجة مصمطة عندنا فيها شبكة كده نتورك، شبكة من كولاجين تايب 3. يبقى الاعضاء تبصوا الاماكن دي هنقولها في ثلاث حاجات، في الريتيكولار فايبر والريتيكولار سيل والريتيكولار كونكتيف تيشو بالاضافه لتايب 3 كولاجين، تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم على تايب 4. تايب 4 موجود فين؟ في البيزمنت ممبرين. تايب 4 في البيزمنت ممبرين بتاع الخلايا كده، الغشاء القاعدي بتاع الخلايا، في البيزا اللامنة بتاعه فيها تايب 4. تايب 5 خمسة مدوره، البلاسنتا مدوره، يبقى تايب 5 موجود في البلاسنتا.
طيب نيجي نتكلم عن الإلاستيك. الإلاستيك قلنا لونه يلو أصفر، أستيك لونه أصفر، أستيك إلاستيك، إلاستيك النيتشر. الفايبر ذات نفسها فيها برانشنج بقى، عكس بتاعة الكولاجين كانت الفايبر لوحدها نوت برانشنج، مش بيتأثر بالغليان، بيتأثر بقى بإنزيم اسمه إلاستيز. هنا الكولاجينيز وهنا الإلاستيز، شكله عامل إزاي؟ في السنتر في حاجة اسمها إلاستين بروتين، هناك كان كولاجين بروتين، هنا إلاستين بروتين وحواليه فايبرز اسمها أوكسيتالان فايبرز اللي هي البنفسجي اللي على الأطراف دي. طب الصبغات، فاكرين الفان بتاع المرور اصفر واحمر؟ تمام، يبقى هنا الاصفر. طب في صبغه خاصه بيه؟ الفيرهوف اوف ترن اوف بلاك، تمام. وقلنا ان هو بروتين على طول يبقى اسيدوفيليك بالاتش ان دي، اي بروتين بالاتش ان دي يبقى لونه ايه؟ اسيدوفيليك، تمام. طيب احنا عارفين ان مين اللي بيصنع الفايبر؟ الفايبروبلاست. طيب في الارتري في الشرايين في الاستيك فايبر كتير، مين اللي بيصنعها يا ترى؟ في فايبروبلاست؟ لا، في سموث ماسل. سموث ماسل هي اللي تصنع الايه؟ الالاستيك فايبر. يبقى دي حاجه ايه زياده كده. في حاجه اسمها المارفان سندروم. ايه المارفان سندروم ده؟ في مشكله في الالاستيك الاستين بروتين، فالاورطه ما بيرجعش لطبيعته تاني، يتنفخ كده يعمل سويلنج او اسمه اورتيك انيوريزم، ولو انفجر طبعا لايف ثريتنينج، مشكله مهدده للحياه، الانسان هيموت طبعا لو الاورطه انفجر لو ما تلحقش على طول وتخيط. طب الريتيكولار فايبر لسه قايلين من اسمها ريتيكولار، عامله شبكه. فاكرين الشبكه؟ فاكرين الشبكه والشبكه؟ الشبكه بالسيلفر على طول، يبقى الشبكه هي والجولجي، العريس جولجي والعريس لانجرهانز كانوا بخلة وجايبين شبكه سيلفر. هنا الشبكه ذات نفسها هي ريتيكولار فايبر سيلفر، او كلمه ارجايروفيليك، كلمه ارجايروفيليك يعني سيلفر، تمام. واسمها شبكه يبقى عامله نتورك، بتبقى رفيعه جدا. الله، كولاجين تايب 3 اهو موجود، يبقى هي عباره عن كولاجين تايب 3 وجلايكوبروتين. طب الصبغات ايه؟ ما احنا لسه قايلين سيلفر، شبكه سيلفر. طب ده فيها جلايكو، جلايكو يعني باص، كربوهيدرات، كار يعني باص، كار يعني باص، يبقى البربل. طب الاتش ان دي رفيعه قوي ما بتبانش، نوت ستينت، تمام كده. ده بالنسبه للريتيكولار فايبرز. طيب نتكلم عن الخلايا بقى، الجزء المهم، الخلايا اللي عامله لكم مشكله. بصوا معايا كده، احنا اتفقنا الخلايا قلنا في خلايا ثابته اللي هي فارم، فارم اف اي ار ام، فايبروبلاست، اديبوز وريتيكولار وماكروفاج، بالاضافه للخليه الام اليو ام قاعده في مكانها. الفري قلنا بي ام، العربيه البي ام، يبقى البلازما والبيجمنت مع البلاد ليوكوسايت والماست سيل والماكروفاج، تمام. عندنا 8 خلايا بقى كده مهمين، وفي جدول لهم عندكم، هنقول بسرعه كده سريعا. بصوا بقى عشان ما نلخبطش الخلايا، كل الخلايا يعني اي خلايا اللي هنقولها دلوقتي شكلها عامل ازاي، برضو الشكل ده ملخبطكم شويه. في حاجات لها برانشز وحاجات ملهاش برانشز، في حاجات لها فروع وحاجات ملهاش. اللي ملهاش برانشز مين؟ المدورين مين؟ 3 خلايا، الماست سيل والبلازما سيل وايه كمان؟ والاديبوز. والاديبوز اللي مليانه دهون دي مكوره كده، يبقى دول الثلاثه، ماست وبلازما والاديبوز، دول مدورين. اي خليه مدوره المفروض النيوكلس تبقى مدوره، اي خليه فيوزي فورم او سبندل شيب مغزليه الشكل او برانشد كده المفروض النيوكلس تبقى اوفال، تمام. اي خليه المفروض النواه تبقى في السنتر، الا لو كان في حاجه زقتها وخلتها السنتريك، تمام. دي القاعده كده اللي هنمشي عليها في الخلايا دي كلها عشان عامله لكم مشكله، ماشي. الخليه الام كلهم قلنا لهم برانشز، كلهم لهم برانشز ما عدا مين؟ المدورين اللي هم البلازما والماست والايه والاديبوز، تمام. طيب ايه هو كله برانشز، كله بيبقى برانشز موجود، تمام. طب ايه كمان؟ الشكل، الخليه الام دي قلنا عقلها في وسط راسها، والنيوكلس قلنا طالما هي برانشد كده ومسحوبه يبقى النيوكلس بتبقى اوفال، بس النيوكلس بتاعتها بتبقى كبيره زي بتركز كده وتفكر. كلهم هنقول بيزوفيليك سيتوبلاز ما عدا في اتنين نشاط قوي، هنقول ديب بيزوفيليك ونيجاتيف جولجي ايمج. ما الجولجي ما ظهرش لان الجنين رايبوزوم. مين الانشط؟ اتنين، الفايبروبلاست بلاست بي ال بتبني، وبلازما بي ال برضك، بي ال وبي ال، بلاست والبلازما الاثنين انشط، اثنين هيبقى فيهم نيجاتيف جولجي ايمج ودي بيزوفيليك سيتوبلازم، والنواه بتاعتهم تبقى السنتريك محذوفه في جنب، تمام. كل ده اللي هنقوله في الايه، في المقارنه بين الخلايا دي دلوقتي، تمام. نبص كده على المقارنه بين الخلايا، واشهر نوع طبعا الفايبروبلاست. كلمه فايبروسايت كل حاجه فيها قليله بقى، كل حاجه نقول لس 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 لس
فيزيكولار نيوكلياس والاسبيزوفيليك كل حاجه فيها قليله. تمام، الاديبوز المقارنه برضو اللي عندكم، عندكم الاديبوز كلام العادي اللي احنا عارفينه، خليه مدوره وفيها النواه مدوره، قلنا منوره مدوره لو هي براون اديبوز. البراون اديبوز بتبقى الخليه ايه مدوره وفيها قطرات فات صغيره ما اثرتش على النيوكلاس، فالنواه عادي في النص وسنترال وكل حاجه. اما الوايت اديبوز اللي مليانه دهون كتير دي، شوفوا ضغطت على النواه وخلتها في جنب ازاي، خلتها السنتريك وفلات نيوكلاس وعملت السيجنت رينج. تمام، وطبعا صبغات الدهون احنا عارفينها، العالم بتاع الدهون الاوزميك والسودان 3 والسودان بلاك. ومين اللي هي اسمها براون اديبوز ليه؟ عشان فيها ميتوكوندريا كتير، فبيبقى ايه لونها ايه براون، فيها سيتوكروم بيجمنت بتاع الميتوكوندريا. الريتيكولار نفس الكلام، الريتيكولار قلنا هتبقى ايه، هتبقى عبارة عن خلية برانشز، قلنا كلهم برانشز ما عدا الاديبوز، الاديبوسايت والبلازما والماست، فدي برانشد سيل، وده كمان الفايبرز ماسكة فيها، قلنا انها بتتصبغ بالسيلفر، وعادي النواة في النص، واحنا اتفقنا النواة في النص ما لم نذكر غير ذلك، ما يبقى في زحمة مخلية النواة مش في النص. الماكروفاج دي اشهر نوع بعد الفايبروبلاست، تمام، بتتصبغ بالفيتال والسوبرا فيتال ستين، يا دي الحاجات المميزة، يعني احنا عايزين كل خلية كده نعدي عليها نقول ايه اللي بيميزها بالاي ام، هقول ايه كل الكلام واحد، بس في حاجات بيبقى فيها حتة زيادة مميزاها، فده اللي انا هنذكره دلوقتي واحنا بنقول المقارنة دي. يبقى احنا دلوقتي هنجيب المقارنة بينهم ونقول دلوقتي ايه ايه اللي موجود في كل واحدة فيهم، ويعني عشان ما نلخبطش الدنيا كده اهو، بصوا المقارنة قدامكم اهي، خلاص كلهم جايين من اليو ام سي، تمام، كلهم الاورجن بتاعهم يو ام سي، في على طول يو ام سي تدينا على طول خليه، وفي يو ام سي تدينا حاجات تانية، يعني الفات سيل تدينا لايبوبلاست وبعدين اديبوسايت وبعدين ايه البراون اديبوسايت وبعدين تدينا لونها ايه الكبيره بقى اللي هي الوايت اديبوسايت. الماكروفاج نعرفها دي جايه من المونوسايت، يبقى الاورجن بتاعها ام ماكروفاج ام مونوسايت. تمام، البلازما سيل بقى جايه منين؟ البلازما سيل هتيجي من الايه، من اكتيفيشن اوف بي ليمفوسايت، يبقى دي ايه بردك يعني يو ام سي بردك، بس تدينا بي ليمفوسايت، وبي ليمفوسايت هي تدينا البلازما سيل عشان تصنع الانتي بودي. تمام، اليو ام سي دي خليه جنينيه موجوده من واحنا ايه اجينا كده، موجوده كتير، طب بعد الولاده بقى تبقى موجوده في السنه اللبنيه الديسيدوستيس، وموجوده في حاجه اسمها بيري سايت، بيري سايت. تمام، خلاص الريتيكولار سيل قلنا موجوده في البارينكيماتس، بارينكيماتس هو الليفر والاسبلين والكيدني والكلام ده، قلنا الريتيكولار سيل والريتيكولار فايبر والكولاجين تايب 3 كل ده فيهم ايه البارينكيماتس اورجانز دي. تمام، الماست سيل موجوده فين؟ الماست سيل بتاعت الحساسيه، افتكر كده حساسيه، حساسية فين؟ الحساسية في جلدنا، يبقى حوالين الأوعية الدموية، جلدنا بيحمر حوالين الأوعية الدموية، ولو كلنا حاجة يبقى الجي اي تي اللي هي جاسترو انتستينال قناتنا الهضمية، ولو استنشقنا حاجة برضو بتعمل لنا حساسية ريسبيراتوري. طب البلازما بي ال قلنا بي يعني بروتونيوم الغشاء البروتوني، وبي بلورا، وال يعني الليمفاتيك اورجان حاجات اللي فيها ايه خلايا ليمفاوية كتير، عشان كده هي جاية من البي ليمفوسايت. طيب الشكل قلنا كلهم هنقول ان هم برانشد ما عدا الثلاثه المدورين، الخلايا الدهنيه لازم تبقى مدوره مكوره كده ومدوره مليانه دهون، وايه كمان الماست والبلازما. طيب السيتوبلازم، السيتوبلازم هنريح نفسنا كله بيزوفيليك ما عدا اتنين نشاط قوي، مين انشط اتنين كده مهايبرين نعمل عليهم نجمه؟ الفايبروبلاست والبلازما، اكثر اتنين بي ال وبي ال، بي ال بلازما وبي ال بتاعه الفايبروبلاست، الاثنين دول انشط اتنين، يبقى يعني ايه انشط اتنين؟ يعني السيتوبلازم دي بيزوفيليك يعني نيجاتيف جولجي ايمج مليانين ريبوزوم واري ار وجولجي والكلام اللي احنا عارفينه ده. كمان ايه الزحمه دي تخلي النيوكلاس تبقى السنتريك، فالنيوكلاس السنتريك في مين؟ النيوكلاس السنتريك فيهم، هما الاثنين زي بعض بالظبط، بس الفرق ان الفايبروبلاست مسحوبه كده فالنواه تبقى اوفال، اما البلازما سيل مدوره
فالنواة تبقى مدورة، بس الاتنين السنتريك، يبقى فرق. احنا قلنا الخلية المدورة نواتها مدورة، خلية الاوفال النواة بتاعتها اوفال، طبيعي ان النيوكلس تبقى سنترال ما عدا في الحاجات اللي فيها زحمة. مين اللي هنا فيهم زحمة؟ اللي فيهم تصنيع كتير، البي ال والبي ال، الفايبروبلاست والبلازما. مين كمان فيهم زحمة برضك؟ الماكروفاج. الماكروفاج فيها زحمة بقى، بس مش تصنيع، زحمة بقى بلع حاجات، بلع لايزوزوم، بلع فاجوسوم، فعشان كده هي كمان السنتريك نيوكلس. والنواه بتاعتها ساعات تبقى اوفال او كيدني شيب، من الزحمه اللي موجوده برضو النواه تبقى ايه، ممكن تبقى كيدني شيب. تمام. طب الفات سيل، الفات سيل مدوره، يا ترى النواه بتاعتها مدوره؟ اه مدوره في البراون، البراون النواه مدوره وفي النص عادي اللي هي البراون. اما التانية بقى الكبيره الوايت اديبوز، وايت اديبوسايت مليانه دهون كتير قوي، طب النواه تقف فين؟ النواه يعني تتضغط في البريفري كده ويبقى عامله السيجنت رينج، شكل خاتم الخطوبه. تمام. يبقى دي الخليه الوحيده المدوره، والنواه بتاعتها مش مدوره، النواه بتاعتها بتبقى فلات واسنتريك، مبططه وعلى الايه واسنتريك. تمام. اما اليو ام سي والريتيكولار سيلز بتبقى، والماست سيل عادي النواه في النص عادي مفيش مشكله. يبقى خلاص، يبقى احنا عرفنا امتى النواه يبقى تبقى بره السنتريك، يبقى في زحمه، زحمه يعني بلاست، وزحمه يعني البلازما سيل، وزحمة اللايزوزوم اللي موجود في الماكروفاج عاملة برضك زحمة خلت النواة السنتريك، والزحمة بتاعة الوايت اديبوز فات قد كده، فالنواة يا عيني تتضغط تتفعص تبقى فلات والسنتريك. تمام. طيب، طب الصبغات، اتفقنا خلاص الصبغات هيبقى ايه؟ كمان ما تنسوش ان الماست سيل بتاع الحساسيه دي مخزنه حبيبات جواه، خلي بالكم الماست سيل مخزنه الحبيبات جواه. طب لو انا جيت اتكلم عن الاي ام بتاع الخلايا دي، سهله قوي، ريبوزوم وار وي ار وجولجي وميتوكوندريا، الحاجات العاديه دي. طب في حاجات فيها حاجه مميزه؟ اه، لما اجي اقول الماكروفاج لازم اقول ان فيها لايزوزوم وفاجوسوم بلعت حاجات، لما اجي اقول الوايت اديبوز لازم اقول فيها لارج فات جلوبيول، ولو البراون اديبوز اقول فيها فات دروبلتس صغيره. لو اتكلمت على الماست سيل لازم اتكلم ان فيها حبيبات جواها. تمام. دي الحاجات المميزة في الاي ام. تمام. حاجة بتميز البلازما سيل ان فيها الكارتويل، النواة بتاعتها كارتويل، دي حاجة برضو بتميز. تمام. دي الحاجات اللي بتميز. بس الماست سيل طبعا فيها بقى الايه، الجاجز والحاجات دي تعمل الميتاكروماتيك ستين، ميتاكروماتيك ستين اهي بتغير اللون، زي ما هي خليت حساسيه، ماست سيل بتاعت الحساسيه بتغير لون جلدنا فبتغير لون الصبغه، ميتاكروماتيك بتولويدين بلو. طيب الخليه اللي اسمها ماكروفاج اللي بتبلع دي، دي نسبخها فايتال وسوبرا فايتال. فايتال يعني احقن في الانيمال كده، فايتال بالتريبان بلو، وسوبرا فايتال بالنيوترال ريد، حاجه اسمها نيوترال ريد. نيوترال ريد ده سوبرا فايتال، خدناه في مين؟ السوبرا فايتال ده في الميتوكوندريا، سوبرا فايتال بالجينس جرين. الباقي كله هنقول رايبوزوم وار ار وكده، يبقى ايه الحاجات العاديه بس، كل حاجه فيها حاجه بتميزها اعرفها بس. تمام. الكلام العادي احنا عارفينه خلاص. والصبغات طبعا الفات سيل بتتصبغ بالدهون العاديه، الشبكه او الروتيكولار سيل هتتصبغ بالسيلفر، يبقى الكلام ما فيهوش جديد، يعني كلام عادي خالص اهو. بالاي ام كله ريبوزوم ار وي ار وجولجي عادي، قلنا بس الماست سيل فيها حبيبات لازم اقولها جرانيولز ما انساهاش، الماكروفاج فيها سودو بوديا وفيها فاجوسوم ولايزوزوم، دول ما انساهمش برضك فيها مع الريبوزوم والار وي ار والكلام العادي. خلاص. تمام. الفايبروبلاست شكلها كده مميز بالمايكروتوبيول والمايكروفيلامنتس. طب الوظيفه، الخليه الام هي المذر سيل يو ام. طب الفايبروبلاست طبعا وظيفتها فايبرو، بتصنع الماتريكس وبتصنع الفايبرز بالاضافه للووند هيلينج، التئام الجروح مهم قوي الوظيفه دي فيها. خلاص. الفات سيل مليانه، مليانه ايه؟ دهون، ففيها ايه؟ لارج فات جلوبيول وشويه اورجانيلز ايه صغيرين. طيب الريتيكولار، الريتيكولار دي بقى واخده وصفه، هي زي الشبكه كده فوظيفتها مشبكه برضك، واخده زي الام ماذر سيل. انتيجين بريزنتنج، الله مين انتيجين بريزنتنج تاني؟ اتنين، هي والماكروفاج الاتنين بيبلعهم، والاتنين انتيجين بريزنتنج سيل، ياخدوا الانتيجين او جسم الغريب ويكسروه ويودوه لخلايا المناعه. يبقى هي وكمان لها سبورتيف زي الفايبروبلاست بتصنع فايبرز، ما جواها الريتيكولار فايبرز بتاعتها. الماكروفاج نوعين، القاتل اللي بيدمر واللي بيصلح اسمه الريبير، بس عرفنا ان ده بيفرز مواد قاتله، بيفرز كولاجينيز والاستيز وحاجات تدمر، وبيعمل فاجوسايتوزيس للفورين بادي وانتيجين بريزنتنج، اما الريبير يفرز جروس فاكتور سايتوكاينز حاجات تصلح.
الماست سيل اللي حفظنا خلاص بقى بتاعه الحساسيه، هيبارين وهيستامين، وبتعمل مواد ايه اللي هي بتاع الانافيلاكسيس، وتنادي على اختها اللي تظبط لها الدنيا اللي اسمها الايزينوفيل بالايزينوفيل كيمو تاكتيك فاكتور. البلازما سيل مهمه قوي، وظيفتها تصنيع الانتي بادي زي الاجسام المضاده. بس كده خلصنا الخلايا، يبقى كل الخلايا اتفقنا شكلها يدل على النواة بتاعتها، نواة مدورة في الخلية المدورة، خلية مسحوبة او او اوفال يبقى النواة اوفال، النواة تبقى في النص ما عدا لو حاجة زقتها، مين اللي هيزق؟ الدهون تزق، اللايزوزوم في الماكروفاج تزق، الريبوزوم والاريا ار في الحاجات النشط قوي اللي هم البلازما والفايبروبلاست يزقوا النيوكلس يخلوها السنتريك نيوكلس. تمام، خلاص كده خلصنا الخلايا اللي عامله لكم مشكله. ايه يعني في خليه اسمها بيجمنت بتبلع اسمها ميلانوفور؟ اخدنا احنا الميلانوسايت اللي بتصنع الميلانين، الميلانوفور فور يعني فاج اهو بتبلع الميلانين. خلاص بس كلمه عنها وخلاص. الليكوسايت هتاخد الليكوسايت دي بالتفصيل بقى، الايزينوفيل والنيتروفيل والكلام ده هناخده بالتفصيل في البلاد الترم الثاني ان شاء الله. تمام، ايه انواع بقى الكونكتيف تيشو؟ الكونكتيف تيشو بروبر ايه بقى؟ خلاص قلنا اللوز اسمه لوز، لوز عشان في فجوات، في اريولي، في كل الانواع الفايبر وكده، في شويه سوائل زياده عشان كده بيحصل له سويلنج، يتنفخ ديما وخلاص، وموجود بقى في ايه بيربط وينقل بلاد يعني ينقل الكابيلرز والحاجات دي للاورجن ويربط الاورجن، عادي كلام عادي ما فيهوش حاجه. واريولي يعني ايه؟ في فجوات. الاديبوز، ما احس قايلين وايت اديبوز وبراين اديبوز، البراون لونه براون ليه؟ عشان في السيتوكروم بتاع الميتوكوندريا وعشان في بلاد فيسل، موجود اماكن الدف القلب بتاعنا، افتكروا القلب بتاعنا كده عايز يتدفى، يتدفى فين؟ بالبراون اديبوز، موجود في الميدياستاينم وبين التوسكابيولي اللي هم عظمتين لوح الكتف. تمام، في كابيلاريز كتير خلاص اتفقنا. وظيفته ايه اللي بيدفي ده؟ هيت برودكشن وانرجي برودكشن في الحيوانات الايه اللي بتعمل بيات شتوي. التاني موجود فين؟ اي اماكن فيها دهون بقى في جسمنا، في الهب، في الصاي، في البريست، حوالين الكليه كده، سبكوتين وسط الجلد، كلام يعني مش محتاج يعني مذاكره، دهون موجوده فين في جسمنا معروفه. وظيفته ايه؟ بيخزن ده بقى، ده بيخزن الدهون، وهيت انسوليشن عزل حراري، عشان كده الناس اللي عندهم دهون كتير مش بيسقعوا بسرعه زي الناس اللي ما عندهمش دهون. شايفين الخليه هنا النواه في النص عادي ومدوره، اما هنا النواه بتبقى ايه يعني اتضغطت وبقت فلات كده واسنتريك عشان الدهون الكتير دي. طب ايه كمان عندنا؟ الدنس ده مهم برضك، الدنس كونكتيف تيشو ريجولار وريجولار، منتظم فين؟ الانتظام في حاجتين اسمه كور سي تي، مش احنا في كونكتيف سي تي؟ كورنيا وتندو، كورنيا وتندون ده المنتظم. الباقي بقى اي حاجه تانية بقى، بيض العين، البري اوستيوم، البريكوندر، الحاجات المغطيه الكارتج، كل الحاجات دي بتبقى الريجولار عادي خالص، في فايبروبلاست اكيد طبعا، وده اسمه ريجولار يعني بارل، اما ده الريجولار غير منتظم، بس كلمتين وخلاص. اليلو الاستيك، يلو الاستيك مليان الاستيك كونكتيف تيشو بقى، يبقى ده كله الاستيك فايبر، اما التاني الدنس التاني وايت يبقى كله كولاجين فايبر. دي تبادل وتوافيق بقى، ست انواع بقى، لوز واديبوز ووايت ويلو وميوكويد وريتيكولار. الالاستيك مرونه، احنا محتاجين مرونه فين؟ في الفقرات بتاعتنا، ليجامنتوم في ليفم، في الشرايين بتاعتنا، في الارتس، في البرونكيال تري، القصبه الهوائيه او اللي هي الشعب الهوائيه. تمام، خلاص. وهنقول في ايه؟ الاستيك فايبر وفايبروبلاست، هيبقى في ايه يعني؟ الميوكويد، الوش اللي بيضحك ده ما ننساهوش، ميوكويد، الحبل السري، امبلايكال كورد، الوش اللي بيضحك الفيترس بتاع العين، فيترس اوف ذا اي، الجسم الزجاجي بتاع العين، والسنه، الماوس ده نفتكر فيه السنه، البالب اوف ذا تيس، ده اماكن الميوكويد. في مين بقى؟ هو اسمه ميوكويد ليه؟ عشان فيه هايالورونيك اسيد، حاجه طريه كده، بالاضافه للفايبروبلاست، يونج فايبر بلاست، خلي بالكوا يونج فايبر بلاست. طب الريتيكولار، خلاص اتفقنا ده الشبكه وسيلفر واماكن اللي احنا قلنا عليها ليفر وسبلين وكيدني. تمام، ايه وظيفه الكونكتيف؟ لا مش هقول بقى وظيفته، خلاص انتوا عرفتوها، كل الحاجات اللي قلناها من خلايا وفايبر دي وظيفته، ما فيهاش مشكله. خلاص الماتريكس، الماتريكس قلنا فيها جزء اللي هي الارضيه بقى، ما امورفس كومباوند، حاجات ملهاش شكل، خدتوها في الكيمياء، خدتوا حاجه اسمها جلايكوز امينو جلايكانز وجلايكوبروتين. جلايكوز امينو جلايكانز دولت نوعين، عليه سلفر ومش عليه سلفر، السلفر يدي قوه، سلفيتد يبقى هارد، حاجه اسمها كوندروتين سلفيت وهيبرون سلفيت. تمام،
الجلايكوزامينو جلايكانز النون سلفيتد الطري الهيالورونيك اسيد اهو اللي موجود في الميوكويد، مديله ايه السوفت بقى شبه الجيلي كده، موجود في الاماكن بتاع الميوكويد اهو، اماكن الميوكويد الوش اللي بيضحك موجودين اهو هنا، بالاضافه لحته الزايده بس ساينوفيال فلويد اللي هو اللي ايه السائل اللي بين الايه المفاصل. خلاص كلام عادي خالص. اللي معلهوش سلفر ما بيمسكش البروتين، اما اللي عليه سلفر ممكن يمسك في بروتين ويبقى اسمه بروتيوجلايكانز. طب الجلايكوبروتين، الجلايكوبروتين ده زي السلكوت كده، له ادهيزيف، له وظيفه ادهيجن، تمام. موجود فين بقى عائلات التين بقى دي؟ كوندرونكتين، اوستيونكتين، فايبرونكتين. اوستيو وكوندرو غضاريف وعظم، فايبرو يبقى في الكونكتيف تيشو بروبر اللي هو محاضره ايه النهارده. طب يا ترى الماتريكس دي بتتصبغ؟ ما هي فيها جاجز اهي، والجاجز دي بتدي الميتاكروماتيك، يبقى دي الميتاكروماتيك في الجاجز، يبقى زيها زي مين؟ زي الماست سيل. الماست سيل اللي فيها جاجز اللي هي الهيبارين. والباص الله، مش قلنا جلايكو بروتين؟ جلايكو يعني كربوهيدرات. مين اللي كان فيه برضك هنا؟ جلايكو الريتيكولار فايبر، كانت جلايكو. بس كده، كده احنا خلصنا الكونكتيف تيشو، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.